السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد الخليط او فرونشي بان، يعني باش كنعمروا لي طارت ديالنا او اي حاجه بغينا نعمروها بهاد الفرونشي بان. يعني طريقه سهله، وشحال من واحد كان كيسالني على هاد الوصفه هذه. ان شاء الله هنايا ان شاء الله دابا غادي نشوفوا المكونات ديالنا والطريقه ديال الخلط ديالها. انتما دابا ان شاء الله غادي نشوفوا المكونات اللي عندنا. كما كتلاحظوا عندي هنايا 250 غرام ديال جوز الهند ديال الكوك، يعني النوعيه الممتازه اللي كتلقاه مزيت ورقيق يعني فينو. وعندي هنايا 150 غرام ديال البودره ديال اللوز. وعندي هنايا 200 غرام ديال السكر السنيده، سكر الخشن، سكر حبيبات. عندي هنايا 60 غرام ديال الزيت. عندي واحد ملعقه ديال بودره فانيل، ملعقه صغيره. وكاين واحد 4 ديال البيضات، غادي نشوفوا على حسب الخلط، يقدر نزيدو يقدر ما نعملوش كامل. دابا غادي نجيبو هاد الإناء إن شاء الله، وغادي نعملو هاد الجوز الهند. حنا عملنا هاد الجوز الهند هنايا، يعني هاد الكوك. نعملو هاد البودرة ديال الفانيل، بودرة ديال الأموند ديال اللوز. هنايا السكر، وهنايا غادي نخلطو مزيان باش يندمج هادشي، باش ما يبقاش لحقاش داك البودرة ديال اللوز كتلقاها يعني كتكون مجموعة، خصنا نطلقوها. وحتى جوز الهند يعني بحال هكذا. وإلا عندكم الروبو تخلطوا كلشي في الروبو، روبو كوب اللي كتلقاه كبير ديال جوج كيلو ولا ديال 5 كيلو ولا. هنايا بالطريقة هذه، وهنايا كنعملوا هذا الزيت ديالنا بحال هكذا، باش هذا الزيت باش كتعاون هذا الخليط باش يكون ميدم شويه. وهنايا غادي نعملوا البيض ديالنا. بسم الله، البيض كنغسلوه وكنعملوه. غادي عملت هنايا 3 وغادي نشوف. بسم الله، باش انا دائما كنخلط في الروبو داكشي، لاش باش اللي ما عندوش الروبو ولا شي حاجه يخلط بيدو ماشي مشكل. ولا عملتو بالروبو راه ما ياخذ لكمش الكميه ديال البيض كامله، لحقاش كيتطحن وكيولي مطلوق. كتعملوا جوج بيضات وتضربوه، ضربوه مزيان الا شفتوه مطلوق بلا ما تزيدوا له البيض. هنايا مازال خصاتو شي وحده، اذا غادي نعملو 5 ديال البيضات لحقاش جوز الهند كيشرب البيض. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الخليط هذا، يمكن لكم تعملوا فيه مثلا فروي كونفي ولا اللوز مكسر، ولا تزيدوا تعاونوا مع البودر ديال اللوز. وانتم بحال دابا هكذا هو مزيان، يعني كيصلح يخرج من لابوش نجيب الحلواني. دابا ان شاء الله كما كتشوف هذا هو الخليط ديالنا، وهذا هو الخليط ديالنا ديال فرونشي بان، يعني باش تعمروا به مثلا واخا لي شوسون ولا شي حاجه، يعني تزيدوا معاه شي حاجه بحال هكذا، اي حاجه حبيتوها من المكسرات. وهنايا ان شاء الله دابا كما كتلاحظوا دابا وصلنا لنهايه الحلقه،
وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله. وإلا كان شي تساؤلات ولا شي حاجة يمكن لكم تنزلوا لتحت تعملوا لي كومنتير وتعملوا لايك الفيديو إلى عجبكم والبارتاج مع الأصدقاء. وشكرا لكم، إلى حلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.